عسلامة. مرحبا بك. بس الحمد لله. نحكيو معاك اليوم على التونسي والسلوك التونسي في الشارع. تعب شوي السلوك التونسي في الشارع، تعب شوي، خاصة أنا اللي نشوف في الجينيراسيون الجديدة هذية فما برشا قلة احترام بالنسبة للكبير ولا حتى اللي في الند، في جميع الميادين، في الكار، في الشارع، في قهوة، في ثنية، فما برشا قلة احترام برشا. شنو هي مظاهر قلة الاحترام اللي تشوفها في الشارع؟ الاحترام في كل شيء، مثلا صغير ما يبجلش الكبير، مثلا في كار ما يخليش المرأة كبيرة ساعات تطلبه ولا لا مريض ولا تعب، هو صحيح صغير مثلا، هذا مثال. اي هذا موجود بارتو، فماش احترام. احنا قبل كي نمشيو باش نقضيو حاجه مثلا من مجازان ولا عطار ولا اللي هو، الكبير نسبقوه قدامنا نبجلوه، تو ما عادش، تو يمد يده قدام الكبير. ولا برشا في ثنية في اللغة. شو اللي تغير من وقت قبل في الحومة العربي وتويكا؟ اللي يتغير؟ يتغير هي الرباية، الأم تخدم والبو يخدم، والصغير عند شكون؟ عند مرأة كبيرة ما تنجموش، والمرأة الكبيرة خلوقية اللي هي كوسوسوا أم البو ولا أم الأم، تنجمش تربي صغير تو، ما تنجموش، هي كبرت. معذورة. هي معذورة، الجد ما تخرجش وما تعرفش شنو تغير. هي تردو تقولوا برا مش يلعب برا مع عندادك. تحب تضغط عليه، تحب تربيه، تحب تعلمه، لكن هي ما تعرفش الشارع، ما تعرفش شنو تغير. أسلوب الطرق نتاع التربية تبدلت تو، ما عادش نتاع قبل. قبل كنا نخافوا من الكبير ومن الصغير، والبو يضرب والأم تضرب والجار يضرب، تو ما عادش، تو أنت تنجم تضرب الجار وهو عامل حاجة في الشارع، ما تنجم يجيك بو يعاركك ولا أمه ولا تقول لك عايش مس في ولدي. قبل كنا نضربوا ونخافوا. قبل يجي جار يكلم جاره يقول له راه ولدك شفته يعمل كذا كذا. لا ما يقولوش. البو يقول له اضربه، كي تلقاه عامل حاجه اضربه. ربيه انت، ربيه انت بوه، انت في الشارع انت بوه. تو ما عادش. تو تمس صغير سي يمشي جارك. موقع التواصل الاجتماعي فزت شويه الجيل. شويه في كل شيء، في كل شيء. في كل شيء. انت تو الجار يعرف جاره وش عنده وش ما عندوش؟ ما يعرفش. يطل عليه. بيك يقول له يرد يرجع عليه صباح خير ولا السلام به ياسر. يقول انت فما بلايص ببلايص، فما بلايص اليوم تعس على بعضها برشا. الجيران يهتم بحياه الناس وما يهتمش بحياته. هو حياته واولاده ما يهموش، هو يلوم اولاد الصغار مثلا، اولاد الناس الاخرى يلوم، يقول لك ولد فلان مش متربي. وهو كان هو يربي ولده وهذاك يربي ولده، تولي الناس كل متربي. فوالا. شنو مقاييس التربيه اليوم؟ مقاييس التربيه عده. فما برشا مقاييس تاع التربيه، فما اللي يعرف كيفاش يربي صغاره، ياخذهم بالسياسه باللين مش ديما الضرب، خاطر الضرب ما يجيبش. احنا بس الضرب مش باهي، مش باهي. مش باهي، احنا تربينا. احنا تربينا بالضرب، اما ربيت انا واحد من الناس ربيت ولادي من غير ضرب. ما كنتش ننظر نباغضوا، ما نكلموش، نعاقبوا، مش نضربوا. والحمد لله انا ولادي كبروا ورجال ومعرسين، والحمد لله رب العالمين. توا تبدلت الوضعيه، تبدل. فما صغار يخرجوا في عمر المراهقه خايفين من والديهم يضربوا، يولي يعمل برشا حكايات او يخبي عليه. معاش فاصون ما يفيقش بيه ما يصحش. احنا تضربنا انا ما عملناش. الوقت غير الوقت. شنو اللي تبدل في الوقت؟ هو بيده 24 ساعة النهار فيه. لا تبدلت الوقت والمظاهر تبدلت والعنف تبدل والممارسات. انا اللي نشوفه في التربية. الصغير وقت تاخذه مني هو صغير وتتلهى به مش بالضرب، راه تتلهى به، تابعه، تعرف اش عمل، وين مشى، وين موجود. انت توا عرض بو وقول ولدك وينه؟ ما يعرفش عليه. يقول لك في الدار، هو مش في الدار. اسكو احنا قبل كنا نروحوا من 3 ولا 4 نتاع الصباح، توا هم ياسر يروحوا ل 4 نتاع الصباح، يقول بو والام راقدين. كيفاش حبوا يخرج هذا؟ وهو مخلط الله اعلم شكون. بعض يقول لك اليوم فما نوعيه من الصغار كي يوصل عمر معين. كيبوش يكلموا شو ينظر عليه ولا شو يضربوا، فما ناس باش تشكي. ما عادش تمس لي ولدي، فما نساء باش تشكي عادي، ما عادش تمس لي ولدي. الام تمشي تشكي راهو يضرب في ولاده. موجوده وصارت هذه. موجود. اللي بو يجبد روحه. غلطه، ما علاش هو التسيب صار في الصغار؟ وصغير يحس روحه ملي وصل ل 14 ولا 15 سنه ولا هو مسؤول على نفسه. احنا كبرنا حتى ل 20 و 25 وولدينا ديما ينصحوا فينا ويربيونا، وكان لازم باش يكشوا علينا واحنا كبار. ونسمعهم ونتبعهم خاطر كبرنا فيك الشيء هذاك. دونك الضرب عمره ما كان هو مش وسيله للتربيه، لكن في نفس الوقت ماهوش زاده ماهوش خايب.
مش خايب ضرب في فما حالات الضرب يربي يراجع صغير برشا يا اخي انت توا صغار اللي ما تمشيش مثلا المكتب ولا الليسي ولا واحد ويبدا هارب وكذا يروح للدار اي ولا يجي جواب مثلا من المدرسه نتاعو ولا من المعهد اي البو والام شو يعملوا له يضربوه ما يضربوش احنا قبل يضربونا انا خفنا وتربينا وكان البو يتابع ياسر والام تتابع والجار يتابع تو ما عادش اليوم فما اليوم العناد مثلا اليوم من الحاجات اللي خلت الصغير عين الصغير محلوله انه يحب كيما جارهم لعب ولا ما نعرفش انا لبسه كيف كيلك سوا لي كونديسيون تاعهم وظروفهم مش قبل تربينا في حوم عربي وشفنا صغار تلبس لكن ما نجيوش للوالدين ونقولوا لهم مثلا كيما نقولوا شري لي هذيك ولا شبيه فلان نحشموا خاطر احنا تربينا وخافوا وهذاك عنده دور كبير في المجتمعات وانه صغير يطلع متربي وما يماريش ويرضى يكون قانون يربي على القناع يربي على معناه هذاك اللي شعلنا ما نجموش نشريو هذاك تو كان بربي تو نشريو دونك تفهم هو يتربى يفهم يولي ما عادش يطلب حاجات سبادري ب 400,000 وسروال ب 200 اليوم اللي شرط على والديه باش يرجع يقرا الا ما يشري له بيسي معين ولا التليفون معين ولا من الاول هذاك هو انا نشوف وانه في التربيه نتاع الصغار اللي اثر على الصغير كسوسوا طفله ولا ولاد راهو نشوفوا انها الام انا نشوف الام البو هو يخت هكا ولا شكون يربي هو الام تربي شكون فما الاغلبيه تو المراه والرجل وهذاك اش قلنا احنا من الاول المراه تخدم والبو يخدم ومشاغل حياه وشويه غلال اليوم الصغار اليوم المشكل فما ارتفاع نسبه الجريمه وعائلات تتفاجأ بصغارها بسلوكيات تتفاجأ بسلوكيات صغارها. هذاك اللي ما يتبعش ولاده، اللي ما يراقبهمش، ما يحسرهمش، ما 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 يروح لولده وين كنت هنا ما يسالش عليه. ما يفركسش زاد ما يسالش عليه، ما شنو ما يتبعوش بتليفون، حتى اش قلنا احنا؟ قلنا الام اش تقول له؟ وين ولدك؟ والله هاو جاه صاحبه هاو مشى هو. ربي عليه. فوالا، وهذاك مش به. هذيك غلطة. أنت تدلل فيه لشنو؟ دلال شنو؟ دلال عمره ما كانت تسيبه يعمل يحب ولا تخبي عليه، لا. الدليل تواكلوا وتلبسوا وتشربوا وتربيه ربيه باهي وكاهو شويه الدين زاده فاست زاده اليوم المشكله في المخدرات زتله زتله منتشره في صفوف الصغار باهي برشا انك انت تراقب ولدك تشوف وتفركس في ساكو وش عنده ما عندوش سامحني عمره 13 عام وعنده ما ذي حاجات شفناها انا ما نلوموش هو نلوم السلطات المعنيه السلطات المعنيه اللي هو امن وعسى ولهوه ومدارس وكليات وجامعات ما ادري شنو وزاره التربيه يا اخي انت المعلم كي تبدا داخل للمدرسه احنا قبل وقت اللي نحطوا الكرتابه تحت الحيط ويبدا مدير ولا معلم متعدي يعيط لك في الشارع يقول لك شبي كرتابتك غاديك باش ويعاقبك اي توا يكلموا في الشارع ما يكلموا يضربوا فما تلامذة ضربت معلمين مديرين وهذي وهذاك من الاول هذاك اللهوة من الأول الرباية من الأول ما يخافش تربى مسيب ما يخافش مسيب ما يخافش